أنا أقول للشباب: ما دمت مستقيماً، ما دمت موحداً، ما دمت ملتزماً، ما دمت صادقاً، ما دمت أميناً، ما دمت مخلصاً، ما دمت تطلب العلم، لا تخف. مهما ساءت الأخبار، ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق، ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض، كلام بكلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة يوسف أقوياء أشداء، أرادوا أن يموت وضعوه في البئر. ما الذي حصل؟ أنه أصبح عزيز مصر، ودخلوا عليه وهم صاغرون، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، يا أخوان، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله، تهيأ له عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار، لك عنده حق دقيق. الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقا عليه، أنشأ لك حقا عليه. قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. لا تقلق، العالم الغربي بينهب ثرواتنا وبيأسنا أنه في مجاعة عالمية، في نقص مواد غذائية، سوف يكون هناك اضطرابات الآن بالأخبار من أجل غلاء الأسعار. الله موجود. أنا أدعوكم للكسب وللأخذ بالأسباب، لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يوقعك في اليأس، لك عنده حق. والله مرة دخل لبيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها، قدمت له قطعة جاتو، أخذ لقمة أولى منها ووضعها في فمه وقال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. ما بينساك. وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة، لا ينساك الله. إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجه، أبدا. تزوجي مع التفلت، بس بيجي زوج يريك النجوم ظهرا. أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرفي إلى الله، الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، رغم أنف التهديدات بالحصار وبالحرب وبالضغط، هي كلها تهديدات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا الكلام أنه في الآن حالة إحباط عند المسلمين، العالم كله يهاجمهم، العالم كله يهددهم. يعني ذئب التقى مع حمل بحمام، حمام في بلاط وماء، قال له: عم تغبر علي؟ قال له: تعال كلني وخلصني. تهديدات وادعاءات. علاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد، لأنه إلهنا وربنا. دقق في هذه الآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عليك أن تطيعه وانتظر الخير وبعدها اشكره على هذا الخير. علق أملك بالله، اتق الله، اعقد الأمل على الله، توكل على الله. عليك أن تستقيم على أمره، وانتهت مهمتك وعلى الله الباقي. دبر ألا تدبك. يا رب، طالبتني بالطاعة أنا أطيعك، طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني،
طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله، طالبتني أن أكون أميناً أنا أمين إن شاء الله، هذا الذي علي والباقي عليك. فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس، أما القلق وسماع التهديدات تارة حصار وتارة هجوم وتارة عزل وتارة نقص مواد وتارة ارتفاع أسعار، فوق طاقتنا هالأخبار هاي. يجب أن نوحد يعني بشكل أو بآخر، أنت مع مين؟ هل تعلم أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض؟ يعني إياه بيكون واحد يعني سائق وزير بيمشي بالعرض. أنا بحكي للوزير، سائق وزير بيمشي بالعرض ولسانه طويل بيصير وبيهدد وبيتوعد. أيام بيكون موظف بالخارجية بيقول لك عيننا فلان سفير، أنت مين؟ لك أنت مستخدم بالوزارة بعد حاله جزء منا، عيننا فلان سفير بيقول لك مين أنت؟ يعني الإنسان بينتمي أو بيعتز بمن ينتمي إليه. أنت كمؤمن أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. الأبيات طويلة، لكن أيها الإخوة المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد، ما في إلا الله، والله كبير